بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كراكم البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. البنات، قبل ما نبدأ معكم الفيديو هذا، نقول لكم ما تنسوش، اللي راه ماهيش مشتركة تشترك في قناتي، واللي هي مشتركة ما تنساش دير جيم وتكومونتي لي إن شاء الله. كراكم لاباس. اليوم جبت لكم البنات اللوز، باش نغرسوا اللوز، باش نبداو من دركا باش نوجدوه لربيع إن شاء الله. كاين بزاف اللي قالوا لي ورينا كيفاش نغرسوا اللوز، يعني الفواكه الاخر المقصرات والفواكه كما تشينا كما قارص كما هذا الشجر كامل. اليوم البنات اللي جبت لكم، قبل ما نبدا البنات نقول لكم باللي السنه اللوز ما دارش مليح، دار صغير. شوفوا شحال رقيق، دار رقيق. حنا دوكا نبداو نخيروا ان شاء الله. كما هادو البنات، كما هادو ما نديروهش، اللي فيه القشور هذا ما نديروهش، باسكو كاين خطا تيجي فارغ. نخيرو حبات الكبار، ها يعني نقولو كبار على حساب ما كما هادو ماشي كيف كيف. نخيرو هكذا بالحبة البنات. انا هادو اللي نجري نرفد فيهم باسكو بانو لي بلي راهو كبار، راني نرفد فيهم بالحبة. نكملو نولي نحوس مليح. المهم البنات، انا درت لكم دركا باش توجدوه شغل وقتو. السنه البنات ولادي يعني محبين، خاصه الرجال اللي سمحوا لي ولادي واصدقائي في القناه، يعني يحبوا يديروا مشروع تاعهم، يبيعوا شجر تاع اللوز، يبداو يعني تشري الصوله هكا قشور. البنات راه يدير 100 ألف، يعني بلا قشور راه يدير 150 الكيلو، راه غالي بزاف. قال لك السنه ما دارش، الله اعلم يعني. راه هكاك غادي نقول لكم شحال السومه تاعو، يعني تقدر تشري قشور هكا كيما دوكا وجاي راس العام. يتباع اللوز هكذا، يعني لازم تشرو هكا، ما تشروش بلا قشور وما تشروهش هكا كما هذا البنات، ما ينفعش، ينفع غير تاكلو هذا هكا بصحتكم. بصح كما هذا البنات لا لا، هذا هو اللي ينفعنا، يعني الغرس. انا حبيت نغرس واحد 200 حبه و 200 شجر. اللي جا البنات اللي دايره الشمخ باش نوريه لكم، بديت ما تقولت علاش ما نشاركوش معاكم، و في نفس الوقت باش اللي اصحاب المشاريع حتى ننسى البنات اللي بناتي خواتاتي يعني حباباتي تقدروا تديروا المشروع تاعكم في الدار، يعني ديروه وتبيعوه، تبيعوه اصحاب المشاتل، يعني تبيعوه، تبيعوا لهم، تبيعيها شجره واحده، يعني تنوض لك شجره واحده تبيعيها 10 آلاف وراك رابحه فيها. واللي عندها الحديقه بغات تدير في دارها هذيك حاجه واحده. نخير شوف غير يعني الرقيق هذا البنات، علاش قلت لكم ما ديروش؟ ماشي ما ياخذ الشجره ما ديرش ثاني يخرج رقيق. وانا نبغي نخدم يعني بلا دواء بلا حتى حاجه كيما هذه. ها هذه تنحى لها قشور كيما هذا، ثاني ما ديروهاش. كاين البنات ثاني ولادي وحبيباتي، كاين واحد اللوز يعيطوا له كاوكاو، يعني ديري هكا وتكسريه. كاين واحد الكاوكاو البنات يسموها واحد اللوز صافي الله يسموه كاوكاو، باسكو علاه كديري غير ديري هكا تكسريه كيما الكاوكاو بيدك تكسريه. هذاك ثاني ما شاء الله بصح يعني قليل منه، ما كاش بزاف. كاين اللي ما يبيعوش، يخلوه غير يمدوه لصحابهم حبابهم، واللي عنده بحير كبار يبيع. بنات راني كي راني نقي في العدس ولا يجي نص، راني نفلي فيه. هاي باش نتا
كطوش هذوكم البنات ومن بعد نكملوا. دوك نكملوا هنايا مع هذا. ها هو البنات اللي لقطوا، شوفوا هنايا بالك حجم 150 حبه ولا 100 حبه، الله اعلم اذا ما حسبتش. ها هو مع هذا اللي راني دايرته يتشمخ، شوفوا شوفوا البنات كيتشمخ كيفاه يولي. شوف دوك انا ما نطيقش نخلط هذا اليابس مع هذا المشمخ، هذا بديته يعني راه في يومين هو يتشمخ. دوك هذا نوريكم كيفاش نغرسوه، وهذا نديروه يتشمخ ان شاء الله. هاو البنات حنا فرغت عليه الماء، انا باكل ماء ملعين تعمروا وتغطوه. دوك يتشمخ هذا يهبط كامل. هذا هو البنات يعني كيفاش نديروه، نوجدوه باش لازم يتشمخ. علاه؟ باش من الداخل يتشمخ ويدير عروق تاعو. البنات هنايا طاحت لي لاباك وحسبتها طاحت لي 100 حبه، مع هذوك اللي راني مشمختهم طاحت لي 150. انتوما شوفوا ديروا دائما ديروا بزياده، تحبوا مش عارفين دوك اسكو يخرج كامل ولا ما يخرج كامل. حنا نديرو احتياط تاعنا، نديرو بزياده وشحال خرجونا فيها بركه. البنات جاني الفيديو طويل، سمحوا لي ما نقدرش نكملكم نوريكم غرس. ننتظر ان شاء الله في الجزء الثاني نوريكم كيفاش نغرس، يكون هذا ثاني تشمخ مع الاخر. نبدا ندير لكم وان شاء الله يكون عجبكم وفهمتوني كيفاش نشمخوا اللوز باش نغرسوا الشجره ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.